باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء الضعيفات، كان يرحمهن ويعطف عليهن ويدعونا بالرفق بهن، بل أعلن صلى الله عليه وسلم قائلا: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إذا أردت أن تعرف مقامك، هل أنت من خيار الناس أم لا؟ فانظر ما نوعية معاملتك لأهلك، وهل تصبر عليهن أو يا كلب يا بنت الكلب يا ملعون بنت الملعون. لعن الله اليوم الذي رأيتك فيه، ولعن الله عشيرتك. ما هو السبب؟ السبب انحرق القدر وهي حبلى مسكينة. رأيت ما تقوم في الشهر السابع الثامن التاسع وإذا بالقدر قد انحرق. لما جاء سيدنا وإذا بالقدر انحرق، أنا شامم ريحة الكشن انحرقت. الله يلعن والله يفعل، ولولا إنك حبل هذا اليوم لرأيت ماذا أفعل. هذا نوع رديء من الرجال، وليس من خيار الرجال، وليس من خيار الرجال من يدعها بين أربع الجدر ومعها أطفال صغار. إن تحرك الباب استيقظت الليل. أنا أسمر إلى الساعة الثانية الثالثة وهي داخل شقة محبوسة. أنا في كازينو وفي مرقص وملهى ومع أصحابي وسمرة، والليل يا خلي، وهذه محبوسة في الدار. فإذا ما عاد من الدار إذا عاد إلى الدار دخل وهي نائمة ونام، ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. وإذا استيقظ بعد طلوع الشمس وإذا بوقت الدوام والعمل، صلى أو ما صلى، غسل وجهه ولم يغسل وجهه، وإلى العمل. إلى انتهاء الدوام صار الدوام، جاء الطعام، نام استراح، قام العصر، هيا مع الزملاء والأصحاب وما إلى ذلك. أهذا من خيار الرجال، من خيار الناس أم لا؟ والله ليس من خيار الناس. اسمع نوعية ما كان النبي يعلم وهو من خيار الناس. يسابق عائشة، يسابقها، يجري معها، هيا سابقيني. سابقها مرة فسبقته لأنها خفيفة، ومضت مدة من الزمن وسابقها، وإذا بعائشة كبرت قليلا سمنت قليلا ما استطاعت تجري، سبقها. لما سبقها قال لها: هذه بتلك، واحدة بواحدة، صلى الله عليه وسلم. إذا قرع الدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم. فإذا سلم ودخل صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يصنع؟ يقطع الدباء، يعين أهله، يخسف نعله، يرقع ثوبه، يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. ومرة أهدت له زوجه زينب، وزينب بنت جحش مشهورة بجودة الطهي والطبخ، أتت بطعام بعثت به مع خادم إلى بيت عائشة، والنبي عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبين عائشة وزينب خلاف ضرات. لما جاءت خادم عائشة بالطعام، زينب بالطعام، ما رأت عائشة الوعاء في يد الخادم إلا أخذت يدها وضربت الإناء، فسقط الإناء وتناثر الطعام وانكسر الإناء. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ وماذا أفعل أنا وغيري؟ الذي أفعل أنا وغيري، الطعام سقط في الأرض، الإناء انكسر، صحن الصيني جاءتنا هدية وإذا بها كسرت الإناء. إيش هذا؟
لم تفعلين هذا يا خبيثة يا بنت الخبيث؟ طالق 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 بالثلاثة. وبعدين بعد طالق 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 بالثلاثة جاءت الفكرة، فين الشيخ بن باز؟ من الذي يفتي بأن الثلاث واحدة؟ والله يا شيخ أنا خرجت عن وعي، والله يا شيخ أنا تارة يصيبني شيء كذا وأتكلم بما لا أدري، وأنا قلت لها كذا وكذا، وتارة يشرب بولة حتى يقال إنه مجنون ليرد لهم الأولاد. هذا يقول إنه من خيار الناس، أو أن من خيار الناس إذا أتي بالطعام كل، أو جاء بالطعام هو وقدمه للضيوف قال الضيوف لا لا نريد، قال حرام علي وطلاق بالثلاث تأكلون. يا أخي ما دخل المرأة؟ المرأة في بيتها تغسل ثيابك وثياب أولادك وتطبخ طعامك وتعد فراشك وتهيئ أمرك، فلأجل طعام لضيف لا أكل الضيف يخرج؟ الله جل وعلا يأتي بمن يأكل؟ لا، أنا بطل. إيش؟ طالق 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 بالحرام علي، إما أكلتم أم فلانة وهي غافلة لا تدري، حمى وجهل وبعد عن الله تبارك وتعالى. أمثال هؤلاء لا يستحقون أن يعطوا الحبال الثلاثة. الله جل وعلا أعطى الحبال الثلاثة بيد الرجل العاقل الذي يطلق طلقة ويجلس بعد مدة من الزمن حتى يموت وتموت ما طلق، أو بعد مدة من الزمن طلق، هذه تعتبر طلقة ثانية، يرجع بعد مدة من الزمن حصل ما حصل يطلق. وأما بالثلاث وحرام وما إلى ذلك، الله يخلي الشيخ بن باز ويحفظه ويطيل عمره حتى يرد للبعض، وإلا فإن جماهير أهل العلم لا يردونها، وأنا مع من لا يرد حتى يتأدب أمثال هؤلاء. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ممن لا يرد، ويرى بأن من طلق ثلاث تطلق عليه ثلاث كما طلق. المقصود ما موقف رسول الله؟ خيزران لسان طويل لعن للأب والجد. اسمع الأسلوب الذي وقع من سيد الخلق، جمع الطعام وأخذ الكسر الماعون الذي انكسر وقال لعائشة بهذا الأسلوب: طعام بطعام وإناء بإناء. والله كلام بارد لطيف حلو، طعام بطعام وإناء بإناء. لو كان نريد أن نجعل هذا الكلام شديد أشد لتأتين بطعام بطعام وإناء بإناء يا عائشة، لكن ما قال هذا، طعام بطعام وإناء بإناء. ما ضر ضرب، ما ثرب ما شتم، لأنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.